رئيس راح الصدر حسين غير النظام، يعني غير نظام إدارة العسكر في العراق. فأول خطوات عملها هو إنشاء جيوش رديفة للجيش العراقي. فبعد ما كان الجيش العراقي هو الجيش الوحيد الموجود يعني بشكل عام، أكبر قوة عسكرية، أكبر قوة مسلحة تحتكر استخدام القوة الخشنة في العراق، أنشأ يعني جيوش رديفة أو قوات مجاميع مسلحة أخرى، مثلاً الحرس الخاص، مثل الحرس الجمهوري. في فترة الثمانينات أسس الجيش الشعبي العراقي، فهذه المجاميع طبعاً أصبحت رديفة، ولم يعد الجيش العراقي هو القوة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة الخشنة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أنه أدخل حزب البعث العربي الاشتراكي في داخل تركيبة وهيكلية الجيش العراقي. ففي بعض الأحيان تجد أن ضابط برتبة رائد حزبياً هو عضو شعبة، وعسكرياً هو رائد يعني برتبة رائد، ومسؤولة يعني ضابط آمر الوحدة مثلاً عميد ركن أو عقيد أو لواء، ممكن يكون يعني تصنيفه أو رتبته البعثية مثلاً عضو فرق. فأصبح عدم توازن، بمعنى أن الضابط برتبة رائد يمتلك رتبة حزبية أعلى من الرتبة العسكرية يعني آمر الوحدة اللي هو فيه. فأصبح الحزب جزء من الجيش العراقي، وهذا مكن الحزب من أولاً السيطرة على الجيش أيديولوجياً، وثانياً تنظيمياً بالتداخل ما بين الحزب والجيش. كنائب للرئيس ثم كرئيس للدولة، عاد صدام حسين الجيش العراقي إلى ثكناته ليصبح رابع أقوى الجيوش في العالم، ويتخطى عدده حاجز 1,000,000 فرد، وليخوض حروباً عدة، من ضمنها حرب أكتوبر عام 1973 وحرب الخليج الأولى ضد إيران التي دامت 8 سنوات. بعد ما بدأت الحرب مع إيران أصبح الجيش العراقي يعني مصدر فخر، مش فقط في العراق، ليس فقط في العراق، ولكن أيضا في المنطقة العربية، ولحد كان يسمي نفسه حارس البوابة الشرقية في حرب ضد إيران وحماية. وبعدين يعني بال 1991 قالها الرئيس راح صدام حسين، قال أنه الجيش العراقي ضحى من أجل حماية كل الدول العربية الأخرى. فطبعا هذا أعطى للجيش مكانة أكبر ومصدر فخر، وينظرون إلى باقي الطبقات بأنهن أقل من عنه. قل لهم كل من يسبق يحط العلم العراقي على حافة الفاو. المعارك التي بدأت في أبريل نيسان 88، معركة تحرير الفاو، جزيرة الفاو في جنوب العراق، وحتى شهر 7 3 أشهر اللي وافقت فيها إيران مرغمة على وقف إطلاق النار، هذه المدة كان العراقيين قاموا فيها بعدة عمليات عسكرية سموها توكل على الله الأولى والثانية إلى الخامسة أظن، دمرت فيها قوات هائلة على الحدود العراقية، والغنائم التي كسبها العراق كان لا عاجز عن أن ينقلها بكل جهد الدولة، والدبابات التي غنمها، مئات الدبابات أهديت للأردن في حينها لأنها أمريكية أصلا، وأهداها العراق للأردن كاملة. فلذلك لا يمكن القول أن العراق لم يحقق شيء، بل عكس، حقق شيء كبير في حرب مع إيران، وبقت إيران بعد الحرب أكثر من 10 سنوات غير قادرة على أن تؤذي أحدا أو تخدش أحدا أو تصرح تصريح يستفز أحد في المنطقة.